ينضم معنا من اسطنبول الدكتور كاتب الصحفي مصطفى حامد أوغلو السياسي التركي. دكتور مصطفى، بداية مرحبا بكم. وزير الخارجية التركي يقول إن اتفاق سوتشي فرصة أخيرة، ماذا يعني بذلك؟ يعني صحيح أن اتفاق سوتشي يعني هو ما قبل الأخير، وكما يعني عبر عنه رئيس الجمهورية هو المنعطف الأخير ما قبل يعني الجسر. سوتشي كانت مرحلة مهمة صراحة، كانت هناك يعني وجهة أو هناك خطة للنظام وروسيا من اقتحام مدينة إدلب، محافظة إدلب، ومن ثم أدركت تركيا أن يعني هذا الاقتحام أولا سيولد كارثة إنسانية وسيهدد الأمن القومي التركي، ومن ناحية أخرى يعني سيقضي على أي أمل لاستمرار مباحثات سوتشي والأستانة. لذلك كان هذا الاتفاق هو مهم من أجل ابقاء مكان للمعارضه، اي ابقاء يعني ارض للمعارضه السوريه من اجل ان تفاوض وتستمر العمليه السياسيه من كتابه الدستور او الى امور اخرى. يعني تركيا تريد ان يكون هناك موطئ قدم للمعارضه السوريه وان لا تفقد المعارضه السوريه كل هذه الاماكن، لأن وجهة النظر الروسية هي تريد أن إخضاع المعارضة أو إجبار المعارضة على القبول بأي دستور جديد تمليه عليه. ولكن ماذا عن ما تعتبره روسيا معوقات وهي جماعة تحرير الشام؟ كيف ستتعامل تركيا معها؟ هذا طبعا يعني مهمة صعبة بالنسبة لتركيا، لكن تركيا التي استطاعت أن تنشر يعني 12 قاعدة يعني نقطة مراقبة بدون أن يكون هناك أي احتكاك أو أن لا تتعرض جبهة تحرير الشام لهذه القواعد العسكرية أو النقاط العسكرية التركية، هذا دليل على أيضا على قراءة ربما واقعية من قبل هيئة تحرير الشام، وربما أدركت أيضا هيئة تحرير الشام أو كل الفصائل العسكرية في سوريا أن لا يمكن يعني إلا بالتنسيق مع تركيا، لأن تركيا هي اليوم الدولة الوحيدة التي تقف بجانب المعارضة وبجانب الفصائل من أجل الحصول على يعني حقوق يعني معقولة ومقبولة. ولكن مع نزع سلاح المعارضة الثقيل في تلك المناطق، مناطق التهدئة، ما الضامن لعدم تقدم النظام إلى تلك المناطق؟ هذه نقطة مهمة جدا صراحة. لا أظن أن تركيا تريد أن تفرط يعني قوة الفصائل الموجودة هناك، ولا أظن أن هذه الفصائل يعني تسلم أسلحتها، ويعني هناك خطة على أن يكون سحب على أن يتم سحب يعني الأسلحة الثقيلة من مناطق يعني منزوعة السلاح وفقط يعني من هيئة تحرير الشام أو من الفصائل التي يعني صنفت بأنها غير مرغوب بها، لكن المعارضة الفصائل الجيش السوري الحر المعارضة المعتدلة ستبقى في تلك المناطق وستحتفظ في أسلحتها، وربما فقط يتم سحب أو تحويل أماكن الأسلحة الثقيلة إلى مناطق أخرى. يعني غالبا ما هناك من يصف أن هذه المرحلة هي مرحلة مؤقتة ومرحلة انتقالية، ولكن ما سبب إصرار روسيا على كتابة دستور لسوريا؟ طبعا اليوم يعني وجهة النظر الروسية أو الهدف الروسي واضح، يعني روسيا جاءت من أجل أن يعني هدفها هو تركيع المعارضة، إدلال المعارضة أو إجبار المعارضة على الاستسلام صراحة والقبول بما يمليه النظام أو ما تمليه روسيا على هذه الفصائل. يعني هذا واضح جدا، تركيا لها وجهة نظر أخرى، تريد أن يكون هناك حل سياسي يتفق مع ما حصل في جنيف، مباحثات جنيف، يريد أن يكون هناك منصفا أيضا المعارضة أن تقبل به المعارضة ويتم كتابة دستور يعني يقبل به كل الأطراف. لذلك تركيا تريد أن يكون هناك استمرار للحل السلمي وليس أن يكون هناك إجبار للمعارضة أو وضع خيارين للمعارضة، إما يعني الموت وإما الرضوخ والقبول بما تمليه عليه النظام. فيما يخص سيناريو الأحداث المقبل في إدلب، يعني إلى أي مدى تعتقد أنها ستكون بمأمن من التجاذبات مرة أخرى؟ يعني أمريكا جددت إعلانها أنها لن تنسحب من سوريا، وأيضا القول بإزاحة الأسد كما أزاحت نوري المالكي من رئاسة وزراء العراق. كيف تنظر إلى مستقبل إدلب؟
يعني قبل القمة الثلاثية يعني بين إيران وتركيا وروسيا، كان الكثير يترقب وينتظر الهجوم البري أو العملية العسكرية الروسية والمدعومة من الميليشيات الإيرانية وميليشيات النظام. لكن الموقف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والذي اليوم أثنى عليه أيضا الرئيس الأمريكي ترامب، رغم الجفاء ورغم الشرخ الموجود والخلافات الموجودة بين تركيا وأمريكا، كل هذا يدل على أن الموقف التركي عدل، يعني ربما غير موازين المعادلة في تركيا. في سوريا كل شيء متوقع، في أي لحظة هناك عدة دول، هناك يعني تضارب في المصالح. اليوم تركيا التي تتفق مع روسيا في سوتشي أيضا هي تقوم بعمليات دورية مع أمريكا في مدينة. شكرا لك يا دكتور، نشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب السياسي التركي.